الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضوع موضوع الإيمان، حقيقته وأثره وبيان ما وقع فيه من خلاف، موضوع بالغ الأهمية من عدة جهات. الجهة الأولى من جهة التقرير للإيمان، حتى يكون الإنسان في هذه المسألة على بصيرة متبعاً لما جاءت به النصوص ولما قرره السلف الصالح رضي الله عنهم قبل أن توجد أي فرقة ضالة، وهو الذي استقر عليه المسلمون ودرجوا عليه، مأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يشكون فيه. ولهذا يأتينا بإذن الله تعالى أن هذه المسألة مسألة إجماع، حكاها أئمة كبار نسبوها إلى السلف الصالح بدءاً من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. لا يوجد أي نقاش أو خلاف في هذه المسألة عند السلف الصالح رضي الله عنه. الجهة الثانية من جهة الرد على الطوائف التي ضلت في الباب. إنه كثيراً ما يتحدث عن انتهاك حرمات الله وسفك الدماء بغير حق اعتماداً على الدين. أما سفك الدماء بغير حق ظلماً وتعدياً فهذا لا ينسب إلى الدين، ينسب إلى الظالم الذي فعله. الأمر الخطير أن ينسب التعدي إلى الدين نفسه. أتدرون أيها الإخوة من أين تأتي هذه المسألة؟ من الخلل في فهم الإيمان. لهذا يقول أهل العلم أول مسألة وقع فيها النزاع بين أهل القبلة هي مسألة الإيمان. ولهذا إذا تأملت الفرق الضالة التي جنحت في أمر الإيمان وجدت أنها فرق متقدمة، وعلى رأسها كما سيأتي إن شاء الله تعالى فرقة الخوارج. فإن الخوارج أساس إشكالهم والسبب الذي جعلهم ينتهجون هذا المنهج هو مسألة الإيمان، هذه حين خلطوا فيها هذا التخليط. عندنا قاعدة ينبغي أن يعرفها طالب العلم، الخلل في فهم الإيمان يترتب عليه مباشرة الخلل في فهم الكفر، الخلل في فهم التوحيد يترتب عليه مباشرة الخلل في فهم الشرك. فإن من قرر للإيمان معنى باطلا سيقرر للكفر معنى باطلا، ومن قرر للتوحيد معنى باطلا سيقرر للشرك معنى باطلا. ولهذا كان من الأهمية بمكان أن تضبط هذه المسائل. هذا الباب يدخل في باب عظيم جدا اسمه باب الأسماء والأحكام، وهذا الباب الحقيقة ينبغي أن يفرد بالتوجيه والتنبيه، لأن الخطب فيه ليس بالسهل. ما المراد بكلمة الأسماء؟ المراد أسماء الدين، أسماء الدين مثل المؤمن المسلم وأيضا الكافر الفاسق إلى غير ذلك والمشرك إلى غير ذلك من الأسماء. كل اسم يترتب عليه حكم، فالمسلم له أحكام في الدنيا وفي الآخرة، والمشرك له أحكام في الدنيا وفي الآخرة، والكافر له والمنافق من أسماء الدين أيضا المنافق، والمنافق له أحكام في الدنيا وفي الآخرة. هل يمكن أن يقع الخلل في هذا الباب من قبل أحد ممن لديهم علم، أو لا يقع الخلل إلا ممن هم جهال؟ يمكن أن يقع الخلل ممن لديهم علم، وأعطيك على هذا مثالا ذكره الماوردي في الحاوي الكبير. الشافعي رحمه الله تعالى كان يختار إذا ركع الإمام في الصلاة ألا ينتظر الداخل، هذا اختيار للشافعي رحمه الله، وعبر بهذه العبارة قال في الإمام قال وانتظاره شرك. يقول الماوردي إن بعض أصحابنا من الشافعية من الفقهاء حملوا قول الإمام على أن المراد به الشرك الأكبر، وأفتوا بكفر الإمام إمام الصلاة إذا هو انتظر من يدخل. قال فأخرجه من الملة
بجهله. هذه المسألة ما الذي أراد بها الشافعي وقال بها أيضا محمد بن حسن رحمهم الله من الحنفية أو أبو يوسف نسيت أحدهما، مراده الشرك الأصغر بلا أدنى تردد، لأن قلبه انصرف في الصلاة وصار ينتظر هذا الداخل، هذا مراده. قال يجعل إقباله على الصلاة ولا يلتفت إلى انتظار هذا أو ذاك. الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، والراجح إن شاء الله تعالى أن الإمام إذا انتظر الداخل فإن ذلك مشروع وفق شروط. الأول أن لا يخص بهذا أحدا دون أحد، كأن يخص بهذا قريبا أو كبيرا من الكبرى سمعه أو سمع صوته فأطال لأجل هذا، لا يجوز، الصلاة لا محاباة فيها. الشرط الثاني أن لا يشق بانتظاره على المأمومين، فإذا تحقق هذا فلا بأس، هذا الصحيح. والدليل على هذا، الدليل حقيقة دقيق جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من باب قياس العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقوم في الصلاة فيريد أن يطيل فيسمع صوت الصبي فيخفف في القراءة لأجل أمه. فإذا صح التخفيف في القراءة صحت الإطالة في لأجل الأم، صحت الإطالة لأجل الداخل مع أن الداخل مصلي. فالأمر في هذا إن شاء الله أمر خلاف فقهي محض، لكن مرادي هنا خطورة عدم التفطن لمراد النصوص أولا بإطلاق هذه الأسماء كالكفر والشرك والنفاق. إبليس فاسق بنص القرآن، قال تعالى ففسق عن أمر ربه. هذا الفسق ليس مثل الفسق الوارد في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا معنى كون نعرف ونضبط الأسماء والأحكام. إذن الشرك، الكفر، النفاق، العصيان، الفسق منها ما هو أكبر، فإذا قلنا أكبر فمعنى أنه مخرج من الملة وهذه أحكامه. وإذا قلنا إنها من قبيل الأصغر فهناك نفاق أصغر وكفر أصغر وشرك أصغر وعصيان أصغر، فدل على أن هذا الباب باب بالغ الأهمية وينبغي في الحقيقة أن يعتنى به، يعني يحسن أن يجعل فيه هذا الباب مزيد تفصيل حتى يتضح هذا الباب ويتجلى لطالب العلم. عندنا في موضوع الإيمان، الإيمان اسم من أسماء الدين ويترتب عليه أحكام في الدنيا وفي الآخرة. وجد الخلاف في الإيمان كما قلنا بعد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأسهل وأتفه الخلاف هو الخلاف الذي يكون بعد السلف، لأن هذا الخلاف باطل بدون أدنى ريب. فالخلاف الذي لم ينشأ إلا بعد السلف مصادما لما كانوا عليه لا ريب أنه باطل وأنه ضلال. لأجل ذلك حرص المصنفون كما سنرى إن شاء الله والأئمة الكبار كالشافعي وغيره رحمة الله تعالى عليهم حرصوا على حكاية الإجماع في الإيمان. ماذا يريدون أن يقولوا لك؟ لا تبالي بالخلاف بعد ذلك. إذا علمت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم كانوا على هذا المعنى الذي تلقوهم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تبالي، وهكذا من بعدهم من التابعين، إذا كان هذا إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، فلا تبالي بخلاف المخالف سواء أكان خارجية أو كان مرجئة، لا تبالي بهذا نهائيا، لأن الحق في هذا بين. إذ السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم قولهم هو المعتبر، والله تعالى خاطب الصحابة في زمن الوحي بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب للصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السلف الصالح رضي الله عنهم بالقرون الثلاثة التي ذكرها في الحديث هم خير أمته، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد ذلك أخبر بأن الضلال سيأتي في من بعدهم،
ولهذا قال كما في مسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فكان الصحابة رضي الله عنهم أمنة للأمة في دينها ودنياها. فلما ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم جاءت الضلالات في الدين، وأيضا ضعف الفتح العظيم الذي كان في زمن وجود الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ونشأت الفرق الضالة متلاحقة، وقويت في بعض القرون قوة شديدة، حتى صارت تحارب ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وقد أخبر بمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بناء عليه طالب العلم ينبغي أن يبني سائر مسائل الدين على الحرص التام على معرفة ما الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأن إذا استثنينا الروافض، والرافضة لا مبالاة ولا اعتبار بهم، فإن فرق الأمة تجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وترى أنهم على الحق وأنهم القدوة لمن يأتي بعدهم. هم القدوة في ماذا؟ في ماذا؟ ليسوا قدوة لنا في قيام الليل وفي صيام النهار فقط، هم قدوة في كل شيء. وجعلنا للمتقين إماما، النصيب الأوفى للصحابة في هذه الآية بلا شك، فهم أئمة المهتدين بلا أدنى ريب. وأنى لك أن تنال ما ناله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، وفيهم نزلت الآيات العظام الدالة على قدرهم. إذن البناء الحقيقي للاعتقاد يكون بمعرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ينبغي أن يلحظ فيه طالب العلم مسألة أكثرنا من الكلام فيها، وسنظل إن شاء الله تعالى نتكلم عنها حتى نموت، وهي الحرص على تحقيق الاعتقاد من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين وأتباع التابعين بالسند، بأن تعرف اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم بالسند. وهذا تحتاج معه إلى أن تعرف الكتب التي نقلت اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم ونقلت اعتقاد التابعين، ولو لم تقتني منها إلا على الأقل كتابا واحدا، وهي التي تروي عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم، تروي الاعتقاد. هذا اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا اعتقاد سعيد المسيب، هذا اعتقاد أحمد، هذا اعتقاد الشافعي، هذا اعتقاد مالك، ترويه بالسند، فتجد برد اليقين والراحة العظيمة بأن ما أنت عليه هو اعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب العظيمة سنشير إلى شيء منها إن شاء الله في أثناء الكلام عن الإيمان، ومن أحسنها كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي الشافعي رحمه الله تعالى، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة الحنبلي. ابن بطة رحمه الله له كتابان، الكتاب الكبير هو كتاب الإبانة الكبرى يروي بالسند، هناك كتاب صغير سمي بالإبانة الصغرى ليس فيه أسانيد، المقصود الكتاب الأول. وهكذا عدة كتب تنقل الاعتقاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بالسند، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين. ما مزية هذه الكتب؟ هذه الكتب يا إخوة يا طلبة العلم لو عززناها في الأمة لجمعت بإذن الله تعالى الأمة، لأن الجميع متفق سوى الرافضة. الرافضة حثالة لا اعتبار بهم أصلا، لمن يكفرون الصحابة لا اعتبار بهؤلاء منذ نشأوا، لكن عموم فرق الأمة تجل الصحابة رضي الله عنهم، وترى أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وينصون على هذا نصا في كتب الاعتقاد مع تفاوت وتباين الفرق. إذن يقال لهم: تعالوا يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعالوا جميعا لنعرف اعتقاد الصحابة، وأن لنا بمعرفة اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم إلا بما جاء عنهم بالأسانيد، عند ذلك يقال هذا اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فكل أمر خالف هذا الاعتقاد فينبغي بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتركه، ويأخذ باعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والمهاجرين والأنصار. أرأيت لو قيل هذا للأمة كم سيعارض؟ العموم الأغلب سيسلم بأن هذا التقرير للمسألة حق. يقول لك أنت الآن تدعي اعتقاد الصحابة، أثبت لي أن هذا اعتقاد الصحابة، فيقال على الرأس والعين، نثبت لك اعتقاد الصحابة في سائر أبواب اعتقاد المسلمين، في جميع أبواب الاعتقاد بدون استثناء، في التوحيد، في النبوة، في اليوم الآخر، في القدر، في الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم، في مسائل الاعتقاد جميعا. وهذه مهمة الكتب التي ذكرت، التي تروي السند عن الصحابة وعن التابعين بعد روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب العظيمة يوجد فيها أكثر من 2000 إسناد في الكتاب الواحد، أكثر من 2000 إسناد، فيها أبواب الدين كاملة، أبواب الاعتقاد. لأجل ذلك ينبغي أن يلاحظ التقرير على هذا المنطلق من البداية، ثم يقال نأتي إلى أمر الإيمان وتقريره، وهو اللي إن شاء الله تعالى سنطبق عليه اليوم هذا الكلام الذي ذكرناه بأخذه مما جاء في هذه الكتب ومما قاله أئمة كبار كالشافعي رحمه الله تعالى، والإمام أحمد، والإمام البخاري رحمة الله تعالى على الجميع، ومن قبلهم كالأوزاعي والزهري محمد بن شهاب رحمة الله تعالى على الجميع، ممن كانوا يذكرون أن هذا هو الذي عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نبدأ الكلام في هذه المسألة في فقرات مقدمتها هي ما سمعت، بعد ذلك نأتي إلى حقيقة الإيمان. ما حقيقة الإيمان؟ الإيمان يقرر أهل السنة أنه قول وعمل، قول وعمل. ما المراد بالقول؟ المراد بالقول قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هو اعتقاده وتصديقه، وقول القلب هو نطقه، وقول اللسان هو نطقه المعروف. إذن عندنا كلمة القول لا يراد بها مجرد نطق اللسان، لا، يراد بها قول القلب. وهل القلب يقول؟ نعم يقول، لكن استقر في الذهن أن القول مربوط باللسان. الحقيقة أن القول مرتبط أيضا بالقلب، وقول القلب هو تصديقه واعتقاده، وقول اللسان هو نطقه. أما العمل فالمراد به شيئان أيضا، عمل القلب، والمراد بعمل القلب أعمال القلوب المعروفة كحب الله وخشية الله ورجائه ونحو ذلك، هذه أعمال ليست بالجوارح لكنها بالقلب. خذ مثالا يوضحها لك في حياتك كالخشوع، تجد أنك في صلاة تخشع وتقبل عليها إقبالا عظيما، تجد لذة هذه الصلاة في قلبك وتبقى هذه اللذة معك. هذه الصلاة صليتها قبل ذلك لكنك كنت مشتت الذهن ولم تخشع، ما الفرق بين الصلاة هذه وهذه؟ الركوع هو الركوع، السجود هو السجود، جميع أعمال الصلاة من التكبير حتى التسليم قد عملتها، ما الفرق بين هذه الصلاة وهذه الصلاة؟ عمل القلب، عمل القلب. أما عمل الجوارح فواحد، منذ أن كبرت حتى سلمت وأنت تعمل أعمالا واحدة وهي أعمال الصلاة، لكن الفرق هنا في عمل القلب. فخشوع القلب له أثر عظيم للغاية بلا ريب في هذه المسائل. إذن عمل القلب يراد به هذه الأعمال القلبية، أما عمل الجوارح فمن أوضح ما يكون، وهو المشتهر يعني مباشرة ساعة يقال العمل كالسجود والركوع ونحو ذلك. هذا القول في تعريف الإيمان، حين نقول الإيمان قول وعمل هذا فيه نوع إيجاز، تارة يعبرون بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالأركان يعني بالجوارح. فتشمل كلمة العمل عمل الجوارح، وتشمل أيضا عمل القلب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى:
القول بأن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر أهل السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. ما المراد بالشعائر؟ الشعائر الأمور الاعتقادية الكبار التي تميز أهل السنة من غيرهم. فعندنا شعائر عظيمة يعرف بها السني مباشرة، هذه الشعائر الكبار تجدها في مسائل عظيمة من مسائل الاعتقاد، كمسألة الصحابة رضي الله عنهم، شعار عظيم مباشرة. تجد أن السنية معلوم الاعتقاد في الصحابة مباشرة، والمخالف في هذا لا يكون من أهل السنة. وهكذا مسائل أخرى كالتوحيد ومسائل النبوة ونحو ذلك، فهذا هو مراده بالشعائر. قوله رحمه الله تعالى حكى الإجماع على هذا غير واحد، نعم حكى الإجماع الحقيقة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو قول وعمل على التفصيل الذي ذكرنا، عدد من الأئمة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، فإنه قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم. ومن أدركنا يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. يقول: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم. ومن أدركناهم، كل الأجيال التي قبل الشافعي، يقول الذين أدركناهم، أن الشافعي رحمه الله أدرك مالكا وطبقته وهم من أتباع التابعين، والتابعين وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كلهم مجمعون على هذا. والشافعي رحمه الله من أكثر الناس احترازا في الإيمان، وكان يعيب على من يتساهل في حكاية الإجماع، ويقول ما يدريه أن الناس لعلهم قد خالفوا ما قرر وهو لا يدري، يعني في مسائل الفقه. أما لما جاء إلى هذه المسألة فهي مسألة عقدية. قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. يعني لا يصح أن تكتفي بالظاهر من نطق اللسان وعمل الجوارح، ويكون القلب خبيثا فاسدا، هذا نفاق. فإذا وجد الظاهر من نطق اللسان وعمل الجوارح مع فساد القلب فهذا نفاق لا شك فيه. وإذا وجد عمل الجوارح ودعوى وجود هذا في القلب دون نطق اللسان، هذا لا يكاد يتصور. لكن الذي يكاد يتصور أن ينطق بلسانه ويقول إني أعتقد بقلبي ويأبى أن يعمل، فهل هذا من المؤمنين؟ وش يقول الشافعي؟ لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. لا بد من الثلاث جميعا، لأن نقول الإيمان قول وعمل. فإذا قلنا إن العمل إذا لم يأتي به فإنه لا يضره ذلك، معنى ذلك أن عدنا إلى أن العمل ليس من الإيمان، كما سيأتي عند الكلام على تقريرات المرجئة. إذن لا بد من الثلاث، وليس معنى وجوب العمل أن كل عمل حتى لو كان من الواجبات إذا تخلف فالإنسان يكفر، لا، ليس هذا هو المراد، لأن الأعمال درجات. فهناك أعمال إذا تركت تكون المسألة مسألة معصية، وهناك أعمال إذا تركت يخرج المرء من الإيمان بالكلية. لذلك تكلم أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى عن أنه لا بد أن يوجد عنده جنس العمل، أن يوجد جنس العمل، أما أن يتخلف عن عمل حتى لو كان من الأعمال العظام كالصيام. لو أنه أفطر هل يكفر في رمضان عمدا؟ لا معتقدا لصحة الفطر، ولكنه كسلا وتهاونا، الصحيح أنه لا يكفر، بخلاف أمر الصلاة فالراجح الذي دلت عليه النصوص أنه إذا تركها فإنه يكفر. إذا لا بد من شيء من العمل يعمله، فإن لم يعمل نهائيا فإنه لا يمكن أن يكون من أهل الإيمان، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فكما أنه لو تخلف الاعتقاد لتضرر، أو لو تخلف القول لتضرر، فكذلك العمل إذا هو تخلف. ولهذا قال الشافعي لا يجزئ واحد منها إلا بالآخر. وقال الزهري رحمه الله تعالى الإيمان، ينبغي التنبيه إلى مسألة هنا. لو رجعت إلى كتاب الأم
لم تجد هذا الكلام للشافعي فيه. والسبب أن نسخة الأم الموجودة المطبوعة الآن نسخة عقيمة جدا. ووجدت للنووي رحمه الله تعالى في المجموع موضعا نقله من الأم، وقال إنه نقله من نسخة محررة، وعرضت الموضع الذي في المجموع للنووي على النسخة المطبوعة التي للأم هنا في لكتاب الأم، ووجدت فرقا كبيرا جدا في هذه الصفحة الواحدة. ولهذا النسخة الموجودة الآن للأم نسخة عقيمة وفيها سقط كثير. هذه النسخة التي ينقل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسخة محررة غير النسخة الموجودة عندنا للأسف. أيضا هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام رواه اللالكائي بسنده عن كتاب الأم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وقال إنه في كتاب الأم كما ذكر شيخ الإسلام، فلا شك أن هذا موجود في كتاب الأم وإن لم يوجد في النسخ الموجودة الآن، وهذه تعطي طالب العلم تنبيها. النسخ السابقة عند العلماء المتقدمين لا شك أنه بينك وبين ابن تيمية، ابن تيمية كم بينك وبينه الآن من قرن، فعنده نسخ أفضل من النسخ الموجودة عندك. يلاحظ على بعض من يتعقبون على المتقدمين من أهل العلم أنه يقول رجعت إلى نسخة الكتاب فلم أجدها فلعله وهم من المؤلف. لا، الوهم منك أنت، لأنك يعني لم تعرف حقيقة الأمر. الكتاب هذا طبع على نسختين مثلا، إحدى النسختين في القرن التاسع والأخرى في القرن الثالث عشر. ابن تيمية في أي قرن؟ ابن تيمية يتحدث عن نسخة ليست في النسختين اللتين طبع عليهما الكتاب. ولهذا كلام المتقدمين إذا نقلوه أوثق من النسخ الموجودة، لأنك الآن إذا نظرت إلى الكتاب المطبوع وجدت المصنف يقول لم أجد إلا نسخة في القرن التاسع، ثم تأتي لمثل النووي أو ابن تيمية ينقلان من نسخ بينك وبينهم هذه القرون المتفاوتة بالسبعة قرون وبعض الأحيان بالثمانية قرون، ثم تقول لم أجده. يقينا لن تجده، لأن الكتاب هذا طبع على نسختين بعد زمن هؤلاء المتقدمين. ولهذا لا شك أن هذا من قول الشافعي رحمه الله، وأنه في كتاب الأم تحديدا، وأنه نقله الربيع رحمه الله، وحدد شيخ الإسلام أيضا الباب الموجود فيه هذا الكلام. القول الثاني قول الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من التابعين، يقول الإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. لا ينفع أن تدعي الإيمان وجودا في قلبك ونطقا في لسانك تاركا للعمل، يقول لا ينفعك، لأن العمل والإيمان قرينان، فليس لك أن تفصل ما بين العمل وما بين الإيمان، لأن العمل من الإيمان. ولهذا قال الأوزاعي لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. فليس لأحد أن يفصل بين القول والاعتقاد والعمل، فيقول المهم أن يأتي بالاعتقاد وبالنطق، أما العمل فإذا تخلف فإنه حتى لو عوقب وحتى لو دخل النار فإنه لا يخلد فيها. أين قولك الأيمن؟ قول واعتقاد وعمل، أين العمل؟ صار مؤدى هذا الكلام أن الإيمان قول واعتقاد كما سيأتي من قول مرجئة الفقهاء. أما إذا قلنا الإيمان قول واعتقاد وعمل فكما قال الشافعي لا يجزئ واحد منها عن الآخر، لا يصح أن يسقط العمل، لا يصح أن يسقط القول، لا يصح أن يسقط الاعتقاد. ولهذا قال الآجري رحمه الله تعالى باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع هذه الخصال الثلاث. ولا يكون مؤمنا إلا باجتماعها جميعا، وإلا ما معنى قول قول واعتقاد وعمل ثم تقول إذا سقط العمل فإنه لا يؤثر؟ بلى، لابد أن يؤثر، كما أنه لو سقط الاعتقاد لكان منافقا، وإن قال وعمل فكذلك إذا قال واعتقد فإذا سقط العمل فلا بد أن يؤثر. ولهذا قال رحمه الله تعالى لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع هذه الخصال الثلاث، يعني القول والاعتقاد والعمل. وهكذا قال ابن بطة في الإبانة الكبرى كلاما قريبا منها أن الإيمان
على هذه الأركان الثلاثة لا بد من اجتماعها، لا يصح أن يسقط منها شيء، ولا يكون المرء مؤمنا إلا باجتماع الثلاثة فيه. هذا ما يتعلق بمن حكى الإجماع. ممن حكى الإجماع أيضا البخاري رحمه الله تعالى، فقد روى عنه اللالكائي. وننبه فيما لما ذكرنا الآن اعتقاد البخاري، ننبه إلى أن اللالكائي رحمه الله تعالى تجد هذا في المجلد، في آخر المجلد الجزء الثاني، روى اعتقاد عدد من الأئمة بالسند، فروى اعتقاد أحمد، وروى اعتقاد البخاري، وروى اعتقاد سفيان والأوزاعي، وعددا من أهل العلم رواها عنه، روى الاعتقاد عنهم بالسند، أن هذا هو اعتقاد البخاري، أن هذا هو اعتقاد أحمد، وينقله وكذلك ابن معين، نقل عن نحو عشرة من أهل العلم أن هذا هو اعتقادهم رحمة الله تعالى عليه. كتاب نافع، نافع جدا، كتاب اللالكائي كما قلنا، وكذلك كتاب الآجري الشريعة. من ضمن ذلك أنه بوب على اعتقاد البخاري، وروى عنه بالسند أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. يعني أن المسألة محل اتفاق بين هؤلاء العلماء. وذكر أن البخاري، أنا اختصرته، ذكر أنهم من لقيهم في مصر وفي الشام وفي العراق وفي مواضع شتى أكثر من 1000 من أهل العلم، وساق عددا منهم، ثم قال: تركنا سوق بقيتهم اختصارا، أنهم لا يختلفون في هذه الأشياء. يعني أن هذه المسائل التي سأذكرها لك أنها محل اتفاق، ومن ضمنها أن الدين قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، على التفصيل الذي ذكرناه. يرويه البخاري رحمه الله تعالى، يقول: أرويه لك عن أكثر من 1000 من علماء الأمة. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. هذه كلها تبين لك حقيقة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. فصلنا المراد بكلمة القول والمراد بكلمة العمل. وإذا أردنا أن نفصل المسألة ونبينها، نقول: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، وكذلك عمل القلب. هذا هو الأمر الذي اتفق عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومضت عليه النصوص. فكانت النصوص تطلق على العمل الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس، لأنهم لما صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تساءلوا عن صلاتهم إلى بيت المقدس قبل ذلك، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال العلماء: المراد بالإيمان هنا الصلاة، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت القبلة، إلى بيت المقدس، فإن بيت المقدس كانت قبلة أولى، وكونكم صليتم إليها ثم نسخت لا يضركم هذا، فالله لن يضيع إيمانكم. ولهذا اعتنى البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه بهذه المسألة جدا، وبوب عليها: باب صيام رمضان من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. يعني أن هذه أعمال، ودلل عليها بالحديث المطابق لها، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وهكذا في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: آمركم بالإيمان بالله، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. كل هذه أعمال، كل هذه أعمال، وقد ورد منها الشهادة والصلاة والصوم في حديث جبريل. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فأطلق عليها صلى الله عليه وسلم إيمانا، مع أنها أعمال. وهكذا الحقيقة الأدلة كثيرة جدا على أن العمل من الإيمان، لا يشك أهل السنة ولا يترددون في هذا. إذن هذه هي حقيقة الإيمان عند أهل الحق،
وهي التي درج عليها الصحابة والتابعون وحكى عليها هؤلاء الأئمة، حكوا عليها الإجماع. نأتي إلى الأمر الثاني المرتبط بمسألة الإيمان، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. العلماء حين يقولون قول وعمل يقرنونه مباشرة، يقولون يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذلك أن الإيمان ليس شيئا واحدا، بل جاءت النصوص دالة على أنه شعب متعددة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، يعني قطعة، دل على أنه ليس شيئا واحدا، بل هو شعب متعددة. هذه الشعب ليست على حد واحد، منها شعبة مثلا من لم يأتي بها يكفر، وهي التي قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. إذا أبى الكافر أن يقول لا إله إلا الله فإنه لا يحكم له بالإسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، وفي اللفظ الآخر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا بد أن ينطق إلا إذا كان أخرس. أخرس وضعه آخر، أخرس جميع أعماله تكون بالإشارة، حتى في الزواج وحتى في الطلاق كلها بالإشارة، إذا كان يعي ويفهم. فيقال: زوجناك، أرضيت؟ يكفي أن يشير هكذا برأسه، وهكذا عند الطلاق لا يستطيع أن يتزوج، لا يستطيع أن يلفظ يعني أمر الموافقة، لا يستطيع أن يطلق الطلاق ونحو ذلك. كذلك في البيع والشراء وضعه آخر، لكن الكلام على القادر إذا قال لا لن أنطق، قال لا يكون مسلما حتى ينطق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا لا بد من هذه الشعبة. هناك شعب من شعب الإيمان على سبيل الاستحباب، كإماطة الأذى عن الطريق، ولكن هذا الحديث العظيم فيه دلالة على أن الإيمان يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. إماطة الأذى تحتاج أن تأخذه بيدك أو تحركه برجلك، الأذى كالشوك والحجارة في أثناء الطريق. والحياء، والحياء أمر قلبي، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان شعب وأنه ليس شيئا واحدا. ما الإشكال في القول بأنه شيء واحد؟ عجيب في هذه العبارة الخاطئة أنه اجتمع عليها فرق متنافرة كل التنافر. فالخوارج والمعتزلة من جهة يقولون الإيمان شيء واحد، والمرجئة وهم على الضد تماما من الخوارج والمرجئة والمعتزلة يقولون هو شيء واحد. ما المراد بكونه شيئا واحدا؟ من قال إنه شيء واحد وليس شعبا فإنه يقول إما أن يرتفع كله، فإذا ارتفع كله كفر الإنسان، وإما أن يبقى كله جميعا. هنا قالت المرجئة كما سيأتي إن الناس لا يتفاضلون في الإيمان حتى زعموا أن إيمان الواحد منا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكإيمان جبريل وميكائيل. قال لأنه حقيقة واحدة، شيء واحد، يرتفع كله، قال إذا ارتفع كفر الإنسان، أو يبقى كله، فإذا بقى أو يبقى كله لأنه شيء واحد فيكون الناس كلهم فيه سواء. وهذه من العجائب، أن يكون إيمان الواحد منا نحن المقصرين كإيمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، من العجائب كما سيأتي بطلانها بعد قليل إن شاء الله تعالى. الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان شيء واحد، فيأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، وإلا فإنه يكفر، يرتفع كله. لهذا قالوا في صاحب الكبيرة إنه يكفر، مع أنه يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال لا ينفعك، وبالقدر قال لا ينفعك، لأنك عصيت بكبيرة كشرب الخمر، فارتفع إيمانك بالكلية، لأن الإيمان شيء واحد. القول بأن الإيمان شيء واحد لا شك أنه باطل، دلت النصوص على ضده، ولأجل ذلك جاء هذا الحديث أن الإيمان شعب وأنه لا يمكن أن يكون شيئا واحدا. قلت دائما إذا قلت إنه شيء واحد فإنه يرتفع بالمخالفة فيه. الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص مربوطة بإيش؟ بأنه شعب،
أما إذا قلت شيء، إذا قلت إنه شيء واحد فإنه لا يزيد ولا ينقص عند أهله، عند القائلين بهذه المقالة الباطلة. لهذا رفضوا القول بالزيادة والنقصان الجميع، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة أيضا من جهة، قالوا لا يزيد ولا ينقص. بناء عليه نعرف أن الإيمان يزيد وينقص. وهذه المسألة أيها الأخوة من العجائب الحقيقة، يعني يعجب الإنسان من وجود خلاف في مسائل ينص القرآن عليها نصا حرفيا، نص حرفي، ثم يأتي الخلاف فيها. هذا يدلك على أن الهوى والعياذ بالله يتسبب في أن الإنسان يخالف ما هو كالشمس في وضح النهار. الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص منصوص القرآن، قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى في سورة التوبة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وبوب البخاري رحمه الله تعالى بقوله في صحيحه باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا. المسألة سبحان الله جلية واضحة، فيها النص على أن الإيمان يزيد، والشيء الذي يزيد هو قبل الزيادة ماذا كان؟ ناقص. يقينا الشيء الذي قبل الزيادة هو قبل الزيادة ناقص، ثم بعد أن جاءت الزيادة زاد. وهذا الذي كان يقع لمن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، فبعضهم يأتي لا يكون غرضه إلا الدنيا. يقول أنس رضي الله عنه فما يلبث أن يكون الإسلام أحب إليه من ماله وولده. ما الذي حصل له؟ زاد إيمانه. في البداية أتى وعنده شيء من الطمع، ثم لما خالط الإيمان قلبه هالت الدنيا عليه وصار الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذا معنى كل إيمان يزيد، إذن قبل أن يزيد فهو ناقص. وهل جاء في النصوص ما يدل على النقصان؟ هل جاء في النصوص ما يدل على الزيادة، لكن هل جاء في النصوص ما يدل على النقصان؟ لا شك أنه جاءت نصوص تدل على النقصان، ولهذا ولله الحمد اعتقاد أهل السنة دائما مربوط بدليل. الشيء الذي لا دليل فيه أهل السنة لا يخوضون فيه أصلا. لهذا لو قيل ما اعتقاد أهل السنة إجمالا لقيل إجمال، نجمل لك اعتقاد أهل السنة الذي في القرآن والسنة هو اعتقاده، هم لا يعتقدون إلا ما في الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه والسلف. جاءت أمور لاحقا جاء فيها قول للسلف رضي الله تعالى عنه وأرضاهم اتفقوا عليه، هم لا يمكن أن يتفقوا إلا على حق. اعتقاد الصحابة، اعتقاد أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم إجمالا هو الموجود في الكتاب والسنة. إذا نأتي إلى أمر النقصان، هل جاء في النصوص ما يدل على النقصان؟ قال صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فذكر نقصان الدين. ولما سألناه ما نقصان ديننا قال تبيت إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم، يعني في حال المحيض. فدل على أن النقص يأتي في الدين، معنى أنه ينقص العمل. الزيادة، وهذه مسألة بالغة الأهمية، الزيادة ما المراد بها؟ هل الزيادة والتفاوت في الزيادة يكون في يقين القلب أو في الأعمال؟ في اليقين القلب قطعا. هل فينا أحد مثل يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. العلم يكون بماذا؟ العلم بالقلب. قوله أعلمكم بالله يدل على تفاوت الإيمان القلبي، لا شك أنه تفاوت الإيمان القلبي. أما تفاوت الأعمال من حيثه، اللي اليوم منكم صايم وتبع جنازة وتصدق وقرأ ورده من القرآن ليس مثل الذي لم يتبع جنازة ولم يعود مريضا وفاته ورده من القرآن. يقينا هذا عمله أكثر من هذا، هذا واضح. لكن المقصود تفاوت ما بين القلوب من جهة اليقين، بحيث أن الإنسان يكون عنده من اليقين ما لا يتزحزح بعد توفيق الله عز وجل معه عن دينه، لا رغبة ولا رهبة، فيكون كما يعبر أهل العلم الإيمان في قلبه أرسى من الجبال. عظيم الثبات، عظيم الإيمان، لا يتزعزع مهما جاءت المطامع أو الخوف، يعلم أن الأمر
بيد الله سبحانه وتعالى القائل لله الأمر من قبل ومن بعد، فالأمر لله سبحانه وتعالى، فإنه من اليقين والرسوخ ما لا يتزعزع معه. هذا معنى كون الإيمان القلبي يتفاوت. أما أعمال الجوارح يقينا على ما ذكرت قبل قليل أن هذه الأعمال واضح التفاوت فيها، لكن المقصود أنه يتفاوت في كل شيء في أعمال القلب، ويتفاوت أيضا في أعمال الجوارح، أعظم التفاوت، ويتفاوت في يقين القلب وتصديقه في نفس اليقين. فالذين يقولون الإيمان الناس في أصله سواء هم المرجئة، لأنهم يعني يقولوا شيء واحد. أما أهل الحق فيقول يتفاوت أبلغ التفاوت. هناك باب عظيم جدا في البخاري في الصحيح قال فيه رحمه الله باب زيادة الإيمان ونقصانه، وذكرنا الآيات التي فيه. هناك باب آخر قال فيه باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وأنت عرفت الآن أن الأعمال أعمال جوارح وأعمال قلوب، ثم روى بسنده في الباب حديثين اثنين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الناس وعليهم قمص، قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي. القميص هذا قصير جدا نسأل الله العافية، منها ما يبلغ الثدي فقط إلى الثدي هنا، والعورة منكشفة، ومنها ما هو دون ذلك. وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، يعني أنه قد ستر جميع جسده وصار يجر قميصه على الأرض. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا دل كما قال البخاري باب تفاوت أهل الإيمان في الأعمال. هؤلاء الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، منهم من ليس عليه من القميص إلا ما يستر إلى ثديه فقط، ومنهم ما هو دون ذلك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبير هذه الرؤيا أنه هو الدين. فالناس متفاوتون أبلغ التفاوت في درجة يقينهم وأعمالهم. ثم روى الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ليس في قلبه هذا إلا مثقال حبة من خردل، شيء صغير جدا جدا لا يكاد يرى بالعين، ليس في قلبه إلا هذا. الآن هذا الشخص مسلم أو غير مسلم؟ مسلم، لكن ما مقدار الإيمان في قلبه؟ ضعيف للغاية. هل يجرؤ أحد أن يقول إن قلب هذا مثل قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، هذا من أضعف الناس إيمانا. ولهذا في حديث الشفاعة الوارد في الصحيحين أن الله يأذن بأن يخرج من النار من في قلبه مثقال برة من إيمان، حبة بر صغيرة واحدة. ثم قال من في قلبه مثقال ذرة، ثم قال من في قلبه أدنى أدنى أدنى، ثلاث مرات أدنى 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 مثقال ذرة. ما في قلبه إلا الشيء اليسير الذي لا يماثل إلا شيئا كمثقال الذرة. هذا أين؟ في قلبه. هل قلبه هذا كقلب أبي بكر وعمر؟ كقلب الرسل؟ هل إيمان هذا كإيمان الملائكة؟ معاذ الله. إذن التفاوت يكون، التفاوت في الإيمان والزيادة والنقصان تكون في القلب كما تكون في الأعمال. هذا المعلم العظيم الثاني في موضوع الإيمان عند أهل السنة. خالفت المرجئة بطوائفهم، وخالفت الخوارج بطوائفهم، وخالفت المعتزلة بمدارسهم، الجميع كلهم قالوا لا يزيد ولا ينقص. ما السبب؟ ما ذكرته لك، أنهم جميعا يقولون الإيمان شيء واحد يرتفع كله فيكفر الإنسان، أو يبقى كلهم فيكون إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل. لا شك في بطلان هذه المقالة الخبيثة. ولهذا روى البخاري عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيماني مثل إيمان جبريل أو ميكائيل. فإيمان الملائكة وإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم الإيمان صلوات الله وسلامه عليهم. فالقول بأن أهل الإيمان فيه من ملائكة وأنبياء وصحابة وصالحين وعصاة
شيء واحد لا شك أنها مقالة باطلة وموحشة جدا، والحقيقة أنها من أفسد وأقبح المقالات. إذن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على زيادته ونقصانه كثيرة. كل هذا الكلام الذي ذكرناه في حقيقة الإيمان وفي زيادته ونقصانه تجده مبوبا عليه في الكتب العقدية التي ذكرت، ككتاب اللالكائي وكتاب ابن بطة وكتاب الآجري، وهكذا الكتب التي أطلق عليها اسم السنة، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم. المراد بالسنة هنا، المراد بالسنة العقيدة، وليس مرادهم بالسنة السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإنما مرادهم بالسنة الاعتقاد، هذا مرادهم. وقد يطلقون عليها الكتب هذه، قد يسمونها التوحيد، وقد يسمونها الإيمان، ويذكرون فيها الاعتقاد. تجد أنهم يذكرون هذه المسائل من كون الإيمان قولا واعتقادا وعملا، وأنه يزيد وينقص، وأن هذا مما اتفق عليه أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم. نأتي إلى المسألة الثانية في المحاضرة، وهي أثر الإيمان. أثر الإيمان، أولا لا بد من التنبيه إلى ما نبه عليه علماء الأمة كشيخ الإسلام ابن تيمية ونحوه، من أن الإيمان الباطن، يعني في باطن العبد في قلبه، يستلزم الإقرار الظاهر. فالفصل انتهى كلامه. فالفصل دعوة بأن الإنسان يقول أنا إيماني مستقر في قلبي وراسخ رسوخ الجبال، لكنه لا يريد أن يعمل نهائيا ولا يريد أن يكف عن محرمات. قال هناك تلازم بين الظاهر والباطن. أنت الآن تريد أن تفصل، فتقول هذه المنكرات التي أنا أفعلها والواجبات التي أتركها هذا في الظاهر، أما في الباطن فلا تستطيعون أن تبلغوا ما عندي من الإيمان وحب الله. قال دعوة باطلة، هناك تلازم ما بين الظاهر والباطن. لهذا قال شيخ الإسلام الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره. ومن الممتنع أن يوجد الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر. فمن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، مقصود إذا كان قادرا. يقول هذا ممتنع ولا يصدر إلا مع نفاق القلب لا مع إيمان صحيح. فلا بد أن يقرر هنا أمر، وأن هناك تلازما بين الأمر الباطن الذي يكون في القلوب، فهذا لا يحيط به إلا الله، ولم نكلفه أصلا ولا نستطيع الوصول إليه نهائيا، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. هناك تلازم بين هذا الإيمان الباطن في القلوب وبين العمل الظاهر. فإذا وجد عند المؤمن الإيمان الحقيقي في قلبه فإنه ينبعث ولا بد على جوارحه. ولهذا نقلنا كلام السلف في التحذير ممن يريد الفصل بين الإيمان والعمل، وأنهم قالوا كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. الإيمان والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما بدون الآخر. تقدم كلام الزهري وكلام الشافعي رحمة الله تعالى عليهم. أثر الإيمان يظهر بوضوح في مواضع يعلمها الواحد منا. قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يسهل على من قوي إيمانه مفارقة ما تهواه نفسه وتميل إليه أشد الميل، وقد يكون واقعا فيه سنوات عديدة من عمره وألفه واعتاده اعتيادا، لكن إذا قوي إيمانه حقا ترك هذا الذي تميل إليه نفسه. قال الله عز وجل، وهذا يشمله أمر الشهوات بأنواعها من الأموال الطائلة والنساء الجميلات، كل هذا محبب للنفوس. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه أمور زينت للناس، ولهذا ثبت في الحديث أن النار حفت بالشهوات. ف
فالشهوات محبوبة للنفوس وهي محفوفة عياذا بالله النار بهذه الشهوات. فهذه الشهوات تميل إليها النفوس، وفيها من ابتلاء الله واختبار الله للعباد ما لا يحيط به إلا الله، ولا سيما في الخلوات حيث لا يراك أحد. الإنسان يستطيع أن يعرف قوة إيمانه من ضعفها إذا خلا. فأنت في نهار رمضان في مثل هذا الوقت قد بلغ بك الظمأ والجوع نهايته، وأنت في وسط بيتك ليس عندك حتى طفل من الأطفال، لو أعطيت جميع أموال الدنيا على أن تفطر تأبى، لأنك ترقب رب العالمين سبحانه. هذا معنى الأثر، كنك ترقب رب العالمين، هذا معنى الأثر للإيمان، المعنى الحقيقي، بأن يخشى الله تعالى بالغيب. قديما إلى سنوات ليست بعيدة كان الوصول إلى الحرام صعبا، الآن يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحرام دون أن يسافر ودون أن يتلفت يمنة أو يسرة، في جواله جميع الصور التي حرم الله عز وجل، ليس بينه وبين أن ينظر إلا أن يضغط زرا. هنا تأتي مراقبة جبار السماوات والأرض، هنا يأتي أثر الإيمان، حين يكف الإنسان بصره عما حرم الله. الأموال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، أيضا ليس حبا عاديا. الوصول إلى المال له عدة طرق، ومن أيسرها وأسهلها أعاذنا الله وإياكم طرق الحرام. طرق الحرام الموصلة إلى المال كثيرة، وهي ابتلاء وضع أمام العباد. السرقة طريق، الربا طريق، الغش طريق، وحدث ولا حرج من أنواع الطرق التي توصل إلى المال الحرام. ما الذي يمنع المسلم ويجعله يكف عن هذا الحرام؟ هذا أثر الإيمان ومراقبة جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فهذا الأثر يجده المؤمن في نفسه بأن يترك ما تميل إليه النفس أشد الميل، ويعسف النفس عسفا ويجبرها جبرا على ما لا تهوى لأجل رب العالمين سبحانه. ولهذا يجد المسلم من آثار هذا في قلبه وفي بركة في علمه وفهمه وعمره ما لا يحصيه إلا الله تعالى، لأن هذا من الدلائل العظيمة على قوة إيمان هذا المؤمن. ولا سيما يا أخوة أمر الغيب، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أما إظهار الخشية في الشهادة فهذا كثير، يعني في مثل هذا الوقت في رمضان في آخر النهار كل أحد لا يستطيع أن يفطر أمام الناس، فالظاهر منه أنه يخاف الله، لكن إذا جاء في الغيب بحيث لا يراه إلا الله عز وجل فإنه تظهر حقائق الإيمان. نسألك خشيتك في الغيب، خشيتك في الغيب والشهادة. أما من قال الله تعالى فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهذه صفة النفاق. فالمنافق هو الذي إذا خفي عن أعين الناس انتهك محارم الله. ولهذا والعياذ بالله ثبت أن الرجل يؤتى به في القيامة، نعوذ بالله أن نكون منهم، يؤتى به في القيامة فيرمى فيها فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان لقد كنت تأمرنا، أما كنت في الدنيا تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه وآمركم بالمنكر فآتيه، نسأل الله العافية والسلامة. لأن القيامة نسأل الله أن يسترنا جميعا، القيامة ما فيها إلا الحقائق الواضحة، تتضح الأمور نسأل الله العافية، وتنكشف السرائر وتهتك الستائر على أناس عياذا بالله يفضحون في القيامة أقبح الفضح. لأجل ذلك من يرقب الله عز وجل ويخافه ويكون إيمانه مبنيا على تقوى الله عز وجل تظهر عليه في لسانه وفي جوارحه وفي قلبه من مراقبة الله تعالى ما لا يخفى على مؤمن، ما يدركه جميع الناس، وإن كان الناس يتفاوتون في هذا أشد التفاوت. فمثلا مسألة الفطر في رمضان هذه سبحان الله العظيم موجودة في عموم المسلمين حتى في أشدهم عصيانا، تجد أنه لا يمكن
أن يفطر، بل بعضهم يؤتى به إلى المستشفى ويطلب الطبيب منه أن يفطر فيأبى ويعارض الأطباء وقد يغمى عليه وهو مصر على ألا يفطر، مع أن الشرع أتاح له هذا. كل هذا من عظم ما قام بقلبه من أمر الصيام لله عز وجل. هذه المسألة لو صارت في جميع تعاملنا مع الله عز وجل لسعدنا أعظم السعادة. إذن أثر الإيمان على العبد الحقيقة واسع، الكلام فيه واسع جدا، لكن يكفي فيه مثل ما ذكرنا مثل هذه الأمثلة. والمؤمن يعود نفسه على ما قال السلف رضي الله عنهم: لا يكون الله أهون الناظرين إليك. يعني أنت الآن ما الذي يمنعك من أن تفعل أمرا محرما؟ يقول: كيف الناس كلها تنظر إليه، مستحيل أن أفعل هذا. طيب إذا خلوت من الذي ينظر إليك؟ لا ينظر إليك إلا الله. يعني هان نظر الله عليك وعظم نظر المخلوق. هنا إذا راجع المسلم نفسه في مثل هذه المسائل خشي الله تعالى وخافه، لأن الحقيقة أن ذنوب السرائر أعاذنا الله وإياكم منها، وإن كان المؤمن مطلوبا منه أن لا يكون وقحا وأن لا يكون مجاهرا يقينا، لأن المجاهر هذا فيه قحة وقلة أدب، لكن إذا لم تجاهر وصرت في موضع لا يراك إلا الله، الآن هذا الذنب من رآك؟ رآك الله فيه سبحانه وتعالى، واستسهلت ارتكاب هذا الذنب. هذا يدل على ماذا؟ على ضعف توقيرك لرب العالمين سبحانه. إذ لو عظم قدر الله في قلبك لما اختلف عندك وجود الناس أو غيابهم، لأنك تعمل الشيء لله وتتركه لله ابتداء. ولهذا إذا أمرك الله تعالى بأمر والناس يستنكرونه فعلته أمام الناس ولم تبال بهم، كما يقع في بعض السنن المهجورة مثلا، تجد أن الإنسان يواجه عنة وصعوبة من كثرة إنكار الجهال عليه والعامة، لكنه مصر على إظهار هذه السنة. يقول لها القائل: لماذا لا تستريح وتترك عنك الناس؟ يقول: تعليم الناس نوعان، قول وتطبيق. أنا أطبق ليعرف السنة، وإن نالني ما نالني منهم من المسبة والأذية فأنا لا أبالي بأمرهم، أنا أريد الله عز وجل. الحقيقة أن الكلام في أثر الإيمان عظيم للغاية، والحاجة إليه شديدة وماسة، وكل أحد منا بحاجة إليه، لأنه يخلو العبد خلوات لا يراه فيه لا يراه فيها إلا الله، أو يسافر إلى مواضع لا يعرفه فيها أحد ولا يدري به فيها أحد، وحتى لو فعل الشيء أمام الناس يفعله أمام أناس لا يعرفونه، فيعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في سفره وفي إقامته في خلوته وفي اجتماعه بالناس، فيرقب الله عز وجل. إذا ربي الناس هذه التربية، زكت نفوسهم وطهرت قلوبهم، وصار الباعث للعمل أو للترك هو ابتغاء وجه الله عز وجل، فعند ذلك يعظم الإيمان في القلوب. ولأجل ذلك أيها الأخوة، هذه المقامات يكون لها الأثر الكبير في القبور أمانا، وعلى الصراط مرورا، وفي عرصات القيامة في المواضع الشديدة حين تدنو الشمس من العبد مقدار ميل واحد، ويسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا، ويكون الناس في العرق على حسب أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه عياذا بالله إلجاء العرق إلجاما، وفيهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال، يعني للزنا، فقال إني أخاف الله. هذا معنى كونه خشي الله في الغيب، هذا معنى كون الإيمان له أثره في قلبه. لهذا تجد هذه المقامات، نسأل الله الكريم فضله على هذا النحو. لهذا في المرور على الصراط ليس بقوة الجسد وإنما بالأعمال. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تعجز أعمال العباد عن ذلك. منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالطرف، منهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يمر على الصراط رجل يزحف زحفا فيقول: يا ربي أبطأت بي؟ فقال: ما أبطأت بك أبطأ بك عملك. مثل هذا الكلام قطعا لا يقوله ابن مسعود من رأيه، من هذه الأمور التي تكون في القيامة هذه ليست من قبيل الرأي، وإنما تكون في حكم المرفوع. أبطأ بك عملك،
هذا الزحف الذي على الصراط، وعلى الصراط كالأليب تأخدش الناس، فالذي يمر كالبرق، الذي يمر كالطرف، هذا ينتهي همه مباشرة. ومن تجاوز الصراط هو من أهل الجنة، ومنهم من يخدش، ومنهم العياذ بالله من يرمى في النار. هذه المقامات العظيمة في الإيمان ومراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى تكون آثارها زكاة في القلوب، وصلاحا في الأعمال، وبركة في الأعمار في الدنيا، وأمنا في القبور ويوم النشور، ومرورا على الصراط على أسرع ما يكون من المرور، وعلوا في درجاته في الجنة، نسأل الله الكريم فضله. والحقيقة الكلام على الأثر عظيم ويستحق محاضرة مفردة، لكن هذا كلام في جزء من المحاضرة. نأتي الآن إلى المخالفين في الإيمان لأهل السنة. المخالفون لأهل السنة من حيث العموم، من حيث العموم صنفان. الصنف الأول المرجئة، الذين ركزوا على ما ورد في النصوص من الوعد، كالوعد لمن كانوا من أهل التوحيد بالنجاة، وما جاء من عظم قدر لا إله إلا الله وأهلها عند الله عز وجل ونحو ذلك، فيركزون على هذه. وعدد غير قليل منهم يغفلون ما جاء من الوعيد، لهذا ركزوا على الوعد وتناسوا الوعيد. الطائفة الثانية هم المسمون بالوعيدية، وهم الذين يركزون على الوعيد وما ورد من شدة نقمة الله تعالى وبطشه وانتقامه من العصاة، وأنه إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد، فيركزون على هذا الجانب ويغفلون أن الله تعالى رؤوف رحيم بر غفور للذنوب. فمن هنا ضلت الطائفتان. أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم يجمعون النصوص الواردة في كل الأبواب العقدية ولا يفرقون بينها، لأنه يجب الإيمان بالجميع، فيقبلون الوعيد ويقبلون الوعد ويجمعون بين نصوصهما. أما التركيز على الوعد وحده أو على الوعيد وحده فلا شك أنه خلاف القرآن وخلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت النصوص في القرآن: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه النصوص فيها الرد على هذه الطوائف قبل أن توجد، لأن من ركز على الوعد وحده يقال انظر بقية الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم، لماذا ركزت على الوعد وحده؟ والخارجي والمعتزل الذي لا يركز إلا على الوعيد يقال لما أغفلت أول الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ولهذا أخبر الله تعالى عن أهل الإيمان بأنهم يدعون ربهم عز وجل كيف؟ رغبا ورهبا، يجمعوا بين الرغبة والرهبة. فالتركيز على ما فيه الرغبة وحده عمل المرجئة، والتركيز على ما فيه الرهبة وحدها لا شك أنه عمل الوعيدية هؤلاء. إذن هذان الصنفان من حيث العموم. من حيث التفصيل نأتي الكلام على المرجئة. لماذا سمي المرجئة بالمرجئة؟ سموا بالمرجئة لأنهم أرجؤوا العمل، أي أخروا العمل عن حقيقة الإيمان، فيقولون إن الإيمان العمل ليس جزءا منه، وإنما العمل شيء خارج عن الإيمان. وهذا الحقيقة أن من عجائب الأقوال، العمل كما تقدم سماه الله تعالى بالإيمان، وما أطلق الله تعالى على العمل إيمان إلا لأن العمل من الإيمان. وليت شعري ماذا يفعلون بهذا الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور ماذا؟ شطر الإيمان. ما معنى شطره؟ نصفه. هل في شيء نصفه ليس منه؟ الطهور شطر يعني نصف الإيمان، والطهور العمل كوضوئك واغتسالك. الطهور شطر الإيمان، هذا الشطر والنصف للإيمان ليس من الإيمان. وهل من شيء نصفه ليس منه؟ النصف يقينا، النصف هناك نصف وهناك نصف آخر، الشيء هذا مجتمع منهما وهو الإيمان. قال شطر الإيمان، أضافه الإيمان. فهذا الحقيقة إخراج العمل من الإيمان من العجائب لا شك، ولا شك أن إخراج العمل من الإيمان أمر باطل، وأنه انحراف بلا ريب في حقيقة الإيمان التي قلنا إنها محل إجماع بين الصحابة والتابعين
وأتباع التابعين رضي الله عنهم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا كما تقدم تفصيله في أول الكلام. إذن عندنا القول بأن الإيمان بأن العمل ليس من الإيمان تجتمع عليه جميع طوائف المرجئة كلهم، ولذلك سموا بالمرجئة لأنهم يرجئون أن يؤخرون العمل عن الإيمان. طوائف المرجئة ليسوا على حد واحد، ولهذا تفاوتوا في هذا الأمر وهو أمر الإرجاء، فمنهم من قال إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وقلنا إنهم أخرجوا العمل، وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، ويقصد به مرجئة فقهاء الكوفة تحديدا، لأن هذا القول نشأ في الكوفة. اختلف في أول من قاله، منهم من يقول إن أول من قاله حماد بن أبي سليمان من فقهاء الكوفة، ومنهم من قال إنه ذر الهمداني. الحاصل أنه أمر مخترع، لما ذكر هذا القول أنكره الصحابة التابعون رضي الله عنهم وأرضاهم، لا التابعون، أنا أظن نشأ في زمن التابعين، نقول متأخره، فأنكروه غاية الإنكار وردوه على من قاله وحذروا من الإرجاء وردوا على المرجئة أن هذا القول لا شك أنه باطل. لماذا؟ لأن حين تأتي إلى حقيقة شرعية مكونة من ثلاثة أشياء كما تقدم في كلام الشافعي وكلام الزهري، لا يجزي واحد منها عن الآخر ثم تخرج شيئا منها، الآن أضعفت هذه الحقيقة الشرعية وغيرتها، هنا انفتح الباب لتغيير الحقيقة الشرعية إلى ما هو أشد. فقالت الكرامية أتباع محمد بن كرام، الكرامية الحقيقة انقطعوا، الكرامية فرقة انقطعت، لا تجد لها كتبا، وإنما تجد كلام هذه الطائفة في كلام أصحاب المقالات وكلام العلماء حين يذكرون محمد بن كرام. ابن كرام يقول الإيمان هو نطق اللسان فقط، فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن. أخرج ماذا من حد الإيمان؟ أخرج الاعتقاد وأخرج العمل. الجهم بن صفوان وهو من غلاة المرجئة قال إن المعول في تعريف الإيمان على القلب فقط، وإن الإيمان هو مجرد المعرفة. معرفة ماذا؟ معرفة وجود الله. قال فإذا عرف أن الله موجود فهو مؤمن كامل الإيمان. رد عليه أهل العلم في زمنه وبعد زمنه، قالوا على هذا فإبليس بنص القرآن يعرف أن الله ربه، قال ربي بما أغويتني، وحلف بعزة الله قال فبعزتك، قالوا فعلى تعريفك أن إبليس من أهل الإيمان. وهكذا فرعون، فرعون بنص القرآن يعرف أن الله ربه في قول الله عز وجل في محاورة موسى لفرعون لقد علمت، العلم بالقلب، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، بصائر. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا قيل إن الإيمان هو مجرد أن يعرف القلب أن الله تعالى موجود فقط، فعلى هذا يدخل كل أحد من هؤلاء، حتى يدخل كفار قريش، ويدخل من نص الله على كفرهم من عتاة أهل الكتاب الذين تعمدوا إخفاء حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء التعبير عنهم في القرآن بالنص يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلو كان الإيمان هو مجرد المعرفة لكان كل هؤلاء من المؤمنين، وهذا الذي ألزمه به الإمام أحمد وغيره، ألزموا الجهمية به، قالوا إذا قيل هذا الكلام في الإيمان فمعنى ذلك أن من عرف أن الله ربه فهو مؤمن، فيترتب عليه والعياذ بالله إيمان إبليس وإيمان فرعون وإيمان الكفار جميعا، لأن هؤلاء يعرفون أن الله هو ربهم، ونصت النصوص ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، كل هذه الأسئلة يجيب عليها الكفار بأن الذي إليه الأمر في هذا هو الله، فهم يعرفون أن الله تعالى هو الذي خلق ورزق ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. بناء عليه صار تعريف الإيمان بهذا التعريف من أفسد ما يكون في حد الإيمان. المقالة هذه هي التي للأسف انتشرت واستقرت في عدد من الفرق، واستمرت تجدها في كتب لا يحصي عددها إلا الله، فيقول الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق،
فيعيدون الإيمان إلى أنه مجرد تصديق القلب. قال أهل العلم: هذا هو قول الجهم لا فرق. ولو قيل للذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، هل أنتم على قول الجهم؟ قالوا لا. قال أهل العلم: فقل لهم فرقوا، فرقوا بين قولكم وقول الجهم. يقول: لا يمكن أن يفرقوا. لماذا؟ لأنهم جعلوا المعول على أمر القلب، جعلوا المعول على أمر القلب. ولهذا سبحان الله في كتبهم ينصون على أن الإيمان هو المعرفة، هم يقولون أنه التصديق، ينصون كثيرا على أنه مجرد المعرفة، فيعودون إلى قول الجهم بن صفوان. فهذه المقالة هي التي للأسف انتشرت في الفرق الموجودة الآن، وعلى رأسها فرقة الأشاعرة وفرقة الماتريدية. يقول الإيمان هو التصديق، ويريدون به التصديق القلبي. قال حتى أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إن الإيمان من شطرين، قلب ونطق. يقول: لابد من النطق. يقول: لم ينطق يكون كافرا. قالوا: لا، الإيمان، نطق الإيمان، نطق اللسان شرط. ما الفرق بين كلمة شطر وشرط؟ أبو حنيفة يقول: الإيمان مكون من حقيقتين اثنتين، اعتقاد القلب ونطق اللسان. قالوا: لا، الإيمان مجرد تصديق القلب. طيب ماذا عن نطق اللسان؟ قالوا: شرط في إجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليه. إذا ما دفناه مع المسلمين، ورثنا ورثته من المسلمين، إذا نطق، فإن لم ينطق ففي الظاهر لا نحكم له بالإسلام، لكن يمكن أن يكون عند الله مؤمنا كإيمان جبريل أو ميكائيل، وإن لم ينطق مع قدرته. وهذا لا شك أنه من الغلو بمكان عظيم، قد أنكره الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل وغيره على من قالوه، لأن أصل المقالة يعود، هذه الأصل المقالة هذه تعود إلى مقالة الجهم بن صفوان، ترتب عليه أمر موحش خطير جدا. وأنهم حين قالوا إن الإيمان هو مجرد ما في القلب، قالوا: الكفر هو مجرد ما في القلب، فلا يكون الكفر إلا بالجحود أو بالتكذيب القلبي. قل: طيب الأعمال، لو نطق وسب رب العالمين، نطق بلسانه واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ المصحف والعياذ بالله ورماه في موضع القدر والنجاسة، هذا الفعل ليس كفرا؟ قالوا: الفعل والنطق هذا في أصله ليس كفرا، لكن قد يكون علامة على الكفر. لا تتفلسف، أنا أسألك سؤالا واضحا، أخذ المصحف متعمدا مختارا في كامل قواه العقلية ورماه في النجاسة والبول والغائط، يكفر؟ قال: لا، إلا إذا تحققنا أن قلبه انعقد على الكفر. قيل: معنى ذلك هذا العمل ليس بكفر. قال: في نفسه ليس بكفر. طيب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب الله مختارا، استهزأ بالله وبدينه، استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفر؟ قال: لا. سب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكفر، سب الله ليس بكفر. قالوا: في نفسه ليس بكفر، لكن علامة على الكفر. شو معنى علامة؟ يعني كالشاهد، الشاهد قد يخطئ وقد يصيب، قد يكون كاذبا. إذن هو في نفسه ليس كفرا؟ قالوا: ليس كفرا. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول رحمه الله تعالى لما ذكر كلام أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي والأئمة، قال: ينبغي أن يعلم أن القول بأن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، القول بأنه ليس بكفر في ذاته هفوة منكرة وقول عظيم لا يمكن أن ينسب إلى أحد من أهل الفتوى، يعني من العلماء المتقدمين، وإنما هو زلة منكرة دخلت على بعض الفقهاء المتأخرين من الجهمية. يعني بعض الأحيان كل فقيه إيش؟ جهمي. أحمد بن أبي دؤاد قاضي الخلافة زمن العباسيين في زمن ثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، ليس مجرد قاضي، هو قاضي الخلافة بأسرها، من فقهاء المعتزلة، وهو الذي امتحن الإمام أحمد، وهو الذي كان يرى كفر من لا يقول بمقالته الخبيثة في القرآن، من الفقهاء. فقد يكون الفقيه معتزلية، كما قد يكون الفقيه خارجية، كما قد يكون أنت تجد فقيها إباضية، تجد فقيها رافضية، تجد فقيها جهمية. يقول شيخ الإسلام: دخلت هذه المقالة عليهم من الجهمية، فدخلت في كتب الفقه، ولا يمكن أن ينقل فيها أحد عن أحد من أهل الفتوى، بل هي خطأ بكل اعتبار،
ولا يحل أن يقال إن سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكفر في نفسه، بل هو كفر لا ريب. اترك عنك المكره، هذا استثناه الله عز وجل، لكن المقصود من يكون مختارا في كمال عقله. الكشميري لما وصل إلى هذه المسألة قال الحق، لأن من المرجئة من الماتريدية، الحق أن هذه المسألة مشكلة، لأن إن قلنا إن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بكفر خالفنا إجماع الأمة، قطعنا بإجماع الأمة. كل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أورد شيخ الإسلام في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، أورد من النصوص والأدلة وأفعال الصحابة أن تقرب لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقتل، ويقتلونه على أنه ليس بمسلم، ليس يقتلون كما يقتل الشخص الذي مثلا قتل أحدا أو غيره. ولهذا يرى مالك وأحمد أنه أصلا لا يستتاب. الإمام مالك يقول من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، لو قال سأتوب يقال توبتك بينك وبين الله، أما في الدنيا فلا بد من قتلك حتما. وهذا اللي عليه العمل في مقالة مالك وأحمد وهي الراجحة. أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله يقول يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما أنه كفر يقول لا شك أنه كفر. كيف جاءت هذه المسألة؟ من هذه المقالات الباطلة. الكشميري يقول الحق أن قولنا بأن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بكفر مشكل، لأن إن قلنا إنه ليس بكفر خالفنا إجماع الأمة، وإن قلنا إنه كفر وش يحدث؟ نقضنا إيش؟ قولنا في الإيمان. صحيح كلامه دقيق جدا، يقول إذا قلنا إن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر نقضنا قولنا في الإيمان، لأنه يقول الإيمان هو التصديق. يقول فإذا كفر بلسانه معنى ذلك أن اللسان له أثر في الإيمان، وإلا كيف يكفر؟ هم يقولون الإيمان التصديق والكفر ما كان ضد التصديق من جحود أو تكذيب أو نحوه. قال فإن قلنا إنه كفر لا بد أن ندخل في حد الإيمان إيش؟ نطق اللسان. نعم كما ليتك فعلت كما فعل أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة قال لا بد من نطق اللسان. فالذي يقول ليس بكفر يشكل عليه هذا أن إجماع الأمة انعقد على أن هذه الأفعال لا تكون إلا من كافر. ولهذا يقول شيخ الإسلام أنه بإجماع أهل الفقه أن العلماء من المتقدمين قطعا الأئمة الأربعة والسلف الصالح أنه كافر ظاهرا وباطنا، هم يقولون أنه كافر في الظاهر. يقول أنا سأقتله، أنا قاضي سأقتله. تقتله إيش؟ قال على أنه كافر. طيب تورث ورثته منه؟ قال لا. تدفنه مع المسلمين؟ قال لا. إذا مرتد؟ قال نعم. قال طيب في الآخرة؟ قال يمكن أن يكون مؤمنا، إذا لا يجوز أن تقتله. أليس كذلك؟ كيف تقتله؟ الحدود تدرى بالشبهات، مجرد الشبهة. لهذا لا يقتل إلا على قول أهل السنة، هم يقتلونه، قضاة المرجئة يقتلونه، لكن يقولون نقتله في الظاهر وفي الآخرة يمكن أن يكون مؤمنا كإيمان جبريل وميكائيل. إذا كان الأمر كذلك فلا يحل قتله، ولا يقتل إلا على أصول أهل السنة أنه كافر ظاهرا وباطنا. ولهذا رتبت الأحكام عليه، لا تدفنه مع المسلمين ولا تورث ورثته منه وتجعل ماله فيئة، لأنه مرتد. أما أن تقول إني أقتله في الظاهر على أنه كافر لكن في الآخرة يمكن أن يكون إيمانه كاملا كإيمان جبريل وميكائيل، إذا قتلك له في غير محله. وناقشهم الحقيقة، ما أريد أن أطيل فيها المسألة هذه، ناقشهم فيها شيخ الإسلام، أفضل من ناقش في هذه المسألة شيخ الإسلام في كتابه العظيم الصارم المسلول في آخره، في أواخره ناقش آخره تماما، ناقش الرافضة وقبله بصفحات ناقش هذه المقالة الباطلة. إذن الإيمان إذا صار فيه عبث ولعب بتعريفه انعكس على الكفر كما قلت في أول كلمة. من كان عنده خلل في الإيمان لا بد ينعكس على الكفر عنده، من كان عنده خلل في حقيقة التوحيد ينعكس في الشرك، عليه في الشرك. لهذا الآن تجد من يذبح لغير الله ويدعو صاحب القبر دعاء مباشرا يقول اشفني رد علي غائبي، يقول غير مشرك. لماذا؟ يقول التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الرب، بناء عليه هذه الأمور لا تكون شركا. نقول أنت عندك خلل في التوحيد، لأن التوحيد الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو إفراد الله بالعبادة. أما الإقرار بأن الله هو الرب هذا نص القرآن أن المشركين كانوا مقرين به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآية العظيمة الجامعة في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
تدبير الأمر يقر المشركون أنه من عند الله، بل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هم يشركون أصلا في الرخاء فقط، عند الشدة ينسون ما يشركون كما قال تعالى وتنسون ما تشركون. وقال قتادة كانوا إذا ركبوا البحر حملوا معهم أصنامهم، فإذا هاج البحر بالسفينة رموا الأصنام وقالوا يا رب يا رب، لأنهم يتخذون الأصنام مجرد وسيلة تقربهم إلى الله. فأنت الآن ما فهمت التوحيد، لذلك ما فهمت الشرك، كذلك ما فهمت الإيمان لن تفهم الكفر. فدل على خطورة جهل هذه المصطلحات العظيمة، وأنه كما قلنا في أول الكلام لابد من ضبط مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام قلنا لك الرجل الفقهاء الشافعي الذي لما سمع الشافعي رحمه الله يقول إن هذا شرك، ظن أنه يريد الشرك الأكبر، وهذه الأمور فيها شرك أكبر وفيها شرك أصغر، كفر أصغر وكفر أكبر، فسق أكبر وفسق أصغر، ولا تكون على حد واحد، على التفصيل الذي ينبغي أن يكون يعلمه طالب العلم. إذن هذه اتجاهات المرجئة في هذه المسألة. هنا أريد أن أنبه على أمر، وهو أن هذا الموضوع، موضوع الإيمان، قد هوجم السلف فيه هجوما صريحا من قبل عدد للأسف من الأشعرية والماتريدية، وسموا أن هذا اعتقاد السلف وهاجموه مع قولهم بأنه اعتقاد السلف. وأنقل لك جملة من أقوالهم. هؤلاء لما قرروا أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، ومروا على قول السلف بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لم يستطيعوا أن يملكوا أنفسهم، وذموا مذهب السلف ذما صريحا. وأنقل لك أقوالهم على النحو الآتي. يقول النسفي بعد تقريره أن الإيمان هو التصديق، وبالوقوف على ذلك ثبت بطلان قول من جعل الأعمال إيمانا، وهو قول فقهاء أصحاب الحديث. أصحاب الحديث الشافعي، مالك، أحمد، هذا المراد بأصحاب الحديث. حتى تتضح المسألة عندك أكثر، التفتزاني لما أورد قول السلف في الإيمان قال صراحة وهو مذهب السلف وجميع أئمة الحديث والمحكي عن مالك والشافعي والأوزاعي، وعليه إشكال ظاهر، بهذه الصراحة يقول مع قول إن قول السلف. وقال السمرقندي المشهور بالحكيم من قال إن الإيمان هو إقرار باللسان ومعرفة بالقلب فهو مبتدع. وقال الآمدي في غاية المرام وبهذا يتبين فساد قول الحشوية، هكذا يسمي السلف الحشوية، أن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. لاحظ هذا الكلام هو الذي نقلنا إجماع السلف عليه من كلام الشافعي، كلام البخاري، كلام الإمام أحمد، كلام الآجري، قول الزهري قبلهم، ومع ذلك يصفونه بهذا الوصف. الرازي ألف كتابا في مناقب الشافعي وأثنى على الشافعي، لأن الشافعي لما وصل إلى هذه المسألة وهي مسألة أقوال الشافعي في الإيمان اضطرب اضطرابا كبيرا، وقال إن تقرير الشافعي الذي ألف الكتاب في مناقبه، إن تقرير الشافعي في هذه المسألة مشكل، قطعا مشكل، لأنك مرجع على طريقة الغلاة المرجئة، أما الشافعي فعلى طريقة السلف. فاستشكل هؤلاء الخمسة اللي ذكرت أسماءهم كلهم من أشهر المصنفين في هذه الاعتقادات للأسف، وهذا هو موقفهم من قول السلف في الإيمان، ما تعرف به المباينة الكبيرة بينهم وبين السلف، وأنهم في هذه المسألة لم يستطيعوا، أنهم يثنون على السلف بل ينتمون للأئمة. تجد هذا الآمدي مثلا شافعي، تجد هذا ينتمي لمالك، هذا ينتمي لأحمد، ومع ذلك لما أتوا إلى هذه المسألة لم يستطيعوا إلا أن يذموا مذهب السلف صراحا. بعد لماذا؟ لأن الخلاف كبير فيه، خلاف الإيمان خلاف كبير. نختم بالكلام على الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة. هنا لابد من أكثر من تنبيه. الأول أن المعتزلة خوارج في أكثر من باب. المعتزلة خوارج، كثير من الناس ما يدري أن المعتزلة خوارج، يظن المعتزلة ليسوا خوارج، هم خوارج في بابين من أخطر الأبواب. الباب الأول باب حكم صاحب الكبيرة، هم إن زعموا
أنه في منزلة بين منزلتين وتفلسفوا، لكن في النهاية يقول إنه خالد في النار خلود الكفر، وهذا قول الخوارج. الباب الثاني الذي خالفوا فيه باب السيف، السيف والخروج بالقوة وإزالة الحكام بالقوة، الحكام قطعا من المسلمين إذا عصوا. ولهذا الأشعري في المقالات لما ذكر قول الناس في السيف قال باب قول الناس في السيف، أورد قول الخوارج والمعتزلة معا، وأن المعتزلة تقول إذا تمكنا من الأمر فإنا نقوم إلى الحاكم فنقتله، يعني إذا شعرنا بالقوة، يتربصون، إذا شعروا بالقوة نقوم بقتل الحاكم، ثم ندعو الناس إلى أصولنا الخمسة، أصول الخمسة الخبيثة التي اخترعوها، التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منزلة بين منزلتين، فإن أطاعونا وإلا قتلناهم، نفس النبرة الخارجية. إذن هذا الأمر الأول. فيما يتعلق بمقولة المعتزلة والخوارج، هم في الظاهر كأنهم يوافقون أهل السنة، حيث يقولون لا بد من القول ولا بد من الاعتقاد ولا بد من العمل، لكنهم خالفوا في الحكم، إذ اتفق الخوارج والمعتزلة كما قلت على خلود صاحب الكبيرة في النار. في الدنيا الخوارج كفروا وحكموا بخلوده في النار في الآخرة، المعتزلة اخترعت قولا سخيفا ما سبقهم إليه أحد، قالوا إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، ليس بمؤمن وليس بكافر، ماذا يكون؟ الله عز وجل أخبر عن العباد على هذين القسمين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيه إما أن يكون كافر وإما أن يكون مؤمنا، قال لو في شيء اسمه المنزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. طيب وفي الآخرة؟ قال خالد في النار، لأنهم كما قلنا عندهم شعبات الخوارج. إذن خالفوا المخالفة البينة في هذا، وكلتا الطائفتين الحقيقة لدى تفصيل كلامهم في الإيمان، لكن ليس معنا وقت الآن، لدى تفصيل كلامهم في الإيمان هناك شيء كثير من التناقض عندهم، لأن يرد عندهم إشكال، أنهم حين يقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، سليم هذا الكلام، لكن يقولون هو شيء واحد. طيب شيء واحد، المستحبات من الإيمان أو ليست من الإيمان عند أهل السنة؟ أليست من الإيمان؟ قيام الليل من الإيمان. طيب وعند الخوارج؟ من الإيمان. وعند المعتزلة القول المحرر أنه من الإيمان. طيب إذا ما قام من الليل يكفر ولا لا؟ لابد عندكم أنتم لأن شيء واحد يرتفع كله، يعني لابد أن يأتي بجميع المستحبات. أهل السنة ماذا قالوا؟ الإيمان شعب، منه شعب على سبيل الاستحباب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن منيحة العنز من شعب الإيمان، يعني يكون لك جار فقير وعندك عنز فيها حليب فتمنحه إياه يحلبها ويشربها أولاده، هذه من الإيمان شعبة. طيب هذه الخصلة الآن إذا ما فعلها الإنسان هي خصلة مستحبة، لهذا أهل السنة يقولون شعب، منه شعب واجبة ومنه شعب مستحبة ومنه شعبة مثلا كشعبة لا إله إلا الله، إذا لم توجد يكفر الإنسان، والصحيح أيضا في الصلاة كذلك. لكن إذا قلت إن المستحبات من الإيمان معناه أنه لا بد يأتي بجميع المستحبات، وإلا الإيمان شيء واحد يرتفع كله فيكفر، أو يأتي به كله فيكون مؤمنا كإيمان جبريل الميكائيل. أرأيتم أنكم لم تحرروا قولكم في الإيمان؟ لأن الإيمان شعب، أنتم تقولون شيء واحد، أما أهل السنة يقولون قول واعتقاد وعمل، لكن من هذه الشعب ما هو واجب، من هذه الشعب ما هو مستحب، على التفصيل الأخير. أختم بكلام نافع جدا جدا لشيخ الإسلام، وضح فيه بعد وقرب الفرق من قول السلف. يقول رحمه الله في كتاب الإيمان، له كتاب المجلد السابع في الفتاوى نفيس جدا، سواء في عرض قول أهل السنة أو في رد قول أهل الباطل، قال قول الخوارج والكرامية والمعتزلة في اسم الإيمان، في اسم الإيمان وفي معناه يعني، أقرب لقول السلف من قول الجهمية، الجميع يقولون الإيمان هو مجرد ما في القلب، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم. والجهمية وإن كان في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإيمان والإسلام وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه مناقضة العقل والشرع، من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيره.
نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل نصيبنا ونصيبكم من الإيمان هو الكمال منه، لا مجرد التقرير والكلام فيه، لأن هذا يسهل على البر والفاجر. ولهذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم لما تكلم كلاما عظيما جدا في معنى لا إله إلا الله قال: نسأل الله ألا يجعل نصيبنا منها مجرد شرح معناها. يعني نعوذ بالله أن يكون عملنا هذا في الإيمان ومعناه ثم نسأل الله العافية، لا يكون هذا واقعا في قلوبنا وأعمالنا. فالمقصود بالكلام على الإيمان أن نراجع إيماننا فيما بيننا وبين الله، ونحن نقرر أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فيحرص المسلم على ما يكون فيه زيادة في إيمانه، وينأى ويبعد عن ما يكون فيه نقص لإيمانه، ويحرص على التحرير لكون هذا الإيمان مقررا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهكذا بقية أبواب الاعتقاد تكون على الحد الذي ذكرنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إن شاء الله. كنا الإجابة بالنسبة للأخوات تقيد الإجابة في ورقة خارجية فيها الاسم ورقم الجوال وتقال المشكلة موجودة ويقيد اسم الشركة الشيخ عبد الله يحفظه حتى تفرز، وجوائز إن شاء الله ستسلم في محاضرة الشيخ صالح السعيدي يوم السبت بعد العشاء بإذن الله. ورمى تسلمونها الآن يا شيخ، تريحون، قد لا يجون، قد ما يجون. طيب. بسم الله. السؤال الأول للإخوة، بس تختار أنت يا شيخ المجيب، اختاره أنت، أنا سألقي وأنت اختار. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول أذكر كتابين من كتب الاعتقاد المسندة التي تروي الاعتقاد بالسند مع ذكر المؤلف. نعم، والإبان الكبرى للموضة. أحسنت، الجواب صحيح. ذكرنا بابين من صحيح البخاري، أذكر أحد هذين البابين. ذكرنا عنوان بابين من صحيح البخاري، أحد هذين البابين. سمح يعني ماشي، احنا ما نشدد الأسئلة في الاختبارات التحريرية، يعني وتفاوت، يعني أن التفاوت إيه، لا بأس الأسئلة ما شاء الله كونه يحفظ. هذا باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، هذا هو، لكنه قريب منه. سؤال الأخوات. طيب، وليس الذكر كالأنثى، لازم يكون السؤال خفيفا، لأن ما يكون تركيز المرأة كتركيز الرجل، يعني غالبا ما تكون باهتمام الرجل. اذكري اتجاهات المرجئة الثلاث في معنى الإيمان. قلنا ان المرجئة ثلاثة اصناف في معنى الإيمان عندهم، نعطي الصنف الأول أيضا حتى يكون كإكمال فراغ. الصنف الأول مرجئة الفقهاء، هم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب. أكملي الصنفين المتبقيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، تقول السائل سؤال الأخوات، تقول فيه كيف أصل إلى اليقين، اليقين بالله جل وعلا واليقين بالدعاء تحقق الإجابة. هذه الأمور يعني هي بمجرد الوصف
لا يصر إليها بمجرد الوصف، هي الحقيقة مباشرة. ولهذا كما قلنا، يقول أنس: كان الرجل يأتي ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث أن يكون الإيمان أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذه الأمور تكون بتقديم ما يحب الله على ما تشتهيه النفس. النفوس تشتهي أشياء كثيرة، والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إن تركت النفس أكلت الحرام ونظرت إلى الحرام واستمعت إلى الحرام وتكلمت بالحرام، لكن إذا عسفت النفس لأجل الله عز وجل مباشرة يكون لهذا أثر في يقينك وقلبك، فيعظم إيمانك ويعظم إيثار مرضاة الله على ما سواه، بذلك يتحقق للمؤمن وللمؤمنة أمر اليقين وقوته وازدياده. نعم. لا شك أن الصواب المقرر الذي دلت عليه النصوص أن الصلاة لا بد منها، وأن من لا يصلي فإنه لا يكون مؤمنا، وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. لو تراجع اللالكائي في الأبواب التي ذكرنا، حين يسأل جابر، أظنه جابر أحد الصحابة، هل شيء من الأعمال تركه كفر عندكم أصحابنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. فالصحيح أن ترك الصلاة كفر، والمقصود بالترك هنا الترك الكلي لا عدم المحافظة. عدم المحافظة يعني يصلي فروضا ويترك فروضا، الصحيح أن هذا مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، إلى قوله: فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. هذا في عدم المحافظ، وهو كثير في الناس، يعني يصلي بعض الأحيان ثم يأتي مثل هذا الوقت متأخرا وينام، ثم يقوم قد يصلي بعض الفروض دون فروض. يقول شيخ الإسلام في كلام معناه: وبذلك يحصل انفراجه. كيف انفراجه؟ كثير من الناس هذا وضعهم للأسف الشديد. فلو قلت كلهم كفار أمر موحش مرعب، وإن كان الحكم لا يتأثر، يعني كون يكثر الناس مثل كون يكثر من يدعون القبور، نقول الله أمر موحش، اشتغل يا طالب العلم أنقذهم. لا تقول أمر موحش ثم تقول لا ليس بشرك، بلى شركه، لكن أنقذهم. لكن ترك الصلاة حقيقة كثير، وكان يشتكي منه العلماء المتقدمة. لكن كون الترك المقصود الترك الكلي، لهذا قال شيخ الإسلام: لا يصلي لله سجدة ولا يصوم من رمضان يوم، يعني الترك الكلي. ولهذا ذكروا أنه لا بد من جنس العمل، يكون عنده شيء من العمل، لأن يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا بد يكون لكلمة وعمل أثر. أما إذا قلت أبدا العمل لا يؤثر إذا فقد، عدنا إلى قول مرجعة الفقهاء أنه قول واعتقاد فقط، فيكون هذا مركبا من قولين: قول أهل السنة الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن عند التطبيق ترجع إلى قول مرجعة أنه قول واعتقاد فقط. لذلك إذا ترك الصلاة تركا كليا فالصحيح أنه يكفر، وهو الذي عرف عن الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويدل على صحة هذا الكلام ما نقلناه عن جابر رضي الله عنه، أظنه جابر أحد الصحابة، الصحابي جهالته لا تضر، لكن موجود في اللالكائي أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال يكفر صاحبه إلا الصلاة. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما أمهل، يعني انتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار، يعني جعل الحد الفارق في الحكم أن يؤذن هؤلاء، إذا أذنوا فهم سيصلون، إذا لا يغير عليهم لأنهم مسلمون. أما إذا لم يصلوا لم يؤذنوا معنى أنهم لا يصلون. ولهذا بوب عليه البخاري بتبويب دقيق فقال: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، لأنهم إذا أذنوا فهم مسلمون. فالقول بأن الحد في أمر الإيمان والقدر المجزئ منه لا بد من جنس العمل قطعا، لكن الصحيح أن الصلاة
لا بد منها، وأن من تركها تهاونا قطعا، أما إذا تركها جحدا فبالإجماع أنه يكفر، لكن إذا تركها تهاونا فالصحيح أنه يكفر. هذا القول بالمناسبة يقول كثيرون إنه قول أحمد، وهذا من الحكاية الخاطئة للأقوال. هذا القول أصلا قول أحمد ورواية عن الشافعي وعليه عدد من الشافعية، لكن قبل ذلك هو قول جمهور المحدثين. وإذا أردت دلالة على أنه قول جمهور المحدثين ارجع إلى كتاب محمد بن نصر المروزي، كتاب عظيم اسمه تعظيم قدر الصلاة. هو يظن الظان أنه في الصلاة، هو في الصلاة لكن جزء كبير منه في الإيمان، فهو من كتب الإيمان الحقيقة ومن كتب الصلاة. قال إن جمهور المحدثين على أن تارك الصلاة كافر. ثم يأتي من يحكي يقول هذا قول أحمد وخالف الجمهور، هذه حكاية خاطئة، ليس هكذا. بل جمهور المحدثين وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن ترك الصلاة كفر. إذا قيل هذا أمر صعب، نعم صعب، أنتم طلبة علم ودعاة إلى الله، هبوا في الأمة، انشروا أمر التوحيد وحذروا من ترك الصلاة، وهذا الواجب علينا نحن. أما أن نقول هذا قول صعب، إذا لا بد نتراجع، نقول قول الراجح الآخر، لا تحكى الأمور هذه الحكاية، لا تقال هذه الحكاية، يقال المسائل العلمية فيها راجح ومرجوح، فيها صواب وخطأ. فعند التطبيق إذا قيل هناك كثير واقعون في هذا، وهناك كثير واقعون في الربا، واقعون في كبائر، تبقى محرمة كما هي، لكن يبقى أمر النشاط في الدعوة وحث المسلمين على تقوى الله عز وجل والخطابة فيهم والتأليف والموعظة، هذا هو الذي ينبغي بأهل العلم. قطعا يقينا هي مسائل الموالاة، هي مسائل الصحابة، مسائل القدر، مسائل التوحيد. فالسؤال ليس بدقيق، السؤال الحقيقة ليس بدقيق. سمعت قول شيخ الإسلام بأنها من شعائر أهل السنة، فإذا خالف أحد قال إيمان مجرد قول واعتقاد، وقال الإيمان هو مجرد التصديق، لا شك أن هذا مخالف يقينا، وأنه يقال هذا ابتداع، وأن عليك أن ترجع عنه، ونحن نسوق لك كلام الأئمة، ونقول نسوق لك ما جاء عن الصحابة وعن التابعين ودلالات النصوص، فإن ينبغي أن ترجع عن مثل هذا القول، وإلا فقولك باطل. وهكذا من يقول إن الكفر لا يكون إلا بمجرد الاعتقاد، هذا قول جهم بن صفوان كما ذكرنا، وذكر شيخ الإسلام أنه قول خطأ بكل اعتبار ولا يمكن أن يسند إلى أحد من أهل الفتوى، قول باطل. يقول لك لا بد أن يسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكفر حتى ينعقد عليه القلب، وأن تستطيع أن تعرف من عقد عليه القلب ليس لك إلا الظاهر. إذا كان الإنسان مكرها، إذا كان في عقله شيء يدل على سقمه وغير، هذا وضع آخر، لكن إنسان مختار يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم تقول لا هذه المسألة، أي مسألة؟ المسلم قد يتحمل عذاباً ويأبى أن ينطق في الله عز وجل بكلمة السوء، كما كان من بلال رضي الله عنه، كانوا يجرونه في بطحاء مكة الحارة هذه، ويضعون على صدره عليه رضوان صخرة في الحر الشديد حتى يصعب عليه التنفس، ثم يطلبون منه أن يقول الشرك، فيقول أحد أحد، والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم من هذه لقلتها، من شدة يقول أقول كلام، أقول الشرك، لن أقول الشرك، مع أنه يجوز في حال الإكراه وأبى. فكيف شخص هكذا متكئ معه كأس الشاي يسخر بالله ورسوله، ثم تقول لك أبحث عنه عن مخرج، لا تبحث عن مخرج، لا جعل الله له مخرج لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما وجد إلا الله أو النبي صلى الله عليه وسلم يسبه، ثم أن تأتي لتبحث عن هذا الزنديق عن مخرج، أو تقول لا هذه المسائل، لا تسهل هذه الأمور، كما لا تصعب المسائل اليسيرة فلا تسهل المسائل العسيرة. قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، الميزان الذي عند الله ليس الذي عند الناس. يختلف يعني كلام الأخ السائل، يختلف الحال. إذا كان هذا الذي يعني تكلم في أهل العلم لم يضبط ولم يتقن المسألة التي محل الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، قال لا يا أخي أنت لم تفهم المسألة. مثلا لو قال من لم يقل إن تارك الصلاة كافر فإنه من المرجئة، نقول أخطأت، كيف تحكي الكلام هذه الحكاية؟ الشافعي الذي نقل الإجماع السابق الذي يقول كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منهما عن الآخر، يرى لا يجزي واحد منها عن الآخر، يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر،
وإن كان له قول آخر لكن مشهور عنه أنه لا. هل معنى ذلك أن الشافعي مرجع؟ سبحان الله، الشافعي عدو كبير من أعداء المرجع، كيف تلحق من قال هذا القول؟ هذه مسألة خلاف فيها راجح ومرجوح، لكن إذا قال أحد إن العمل ليس من الإيمان لا، هنا دخل في الإرجاء، فهو يختلف السؤال. وأيضا أنا أنصح دائما طلبة العلم أن تكون الأسئلة واضحة، لأن حقيقة بعض الأسئلة كان فيها إجمال فأجاب عنها بعض أهل العلم بإجمال فتسبب بعد ذلك في نشر قوله وسبب شرخا وإشكالا، وكان الإشكال في السؤال، وينبغي أن يتفطن إلى أن السؤال يكون محررا وأن يكون الجواب عليه محررا. أما أن يكون هناك سؤال لو قلنا مثلا لا يجوز أو ماذا الأمر وهذا من البدع ومن ثم كان قصد السائل متعلقا بالمرجئة، معنى ذلك أننا نخطئ السلف، نخطئ أهل العلم الذي جعلوا هذه بدعة. لهذا ينبغي أن يكون السؤال محررا، أن يحرر السائل سؤاله ويجعله واضحا ويضبطه حتى تتضح الإجابة عليه. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يعد الإمام أبو حنيفة إمام لنا وقوله يخالف في الظاهر في مسألة الإمام قول السلف، وكذلك الحال مع الإمام الألباني رحمه الله جميعا؟ على كل حال إذا أتينا إلى موضع التسمية، نسأل الله أن يجعل أبا حنيفة في الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا عذاب، رجل من علماء المسلمين أخطأ في هذه المسألة. هنا الاتجاه ينبغي أن يكون اتجاها علميا محضا لا عاطفيا، فيقال لا شك أن السلف حين أنكروا على شيخه حماد أصلا قبله وأنكروا عليه عفى الله عنهما أنهم لم ينكروا عليهما إلا لأن المسألة كما رأيت خلاف الحقيقة لما تقرر من كلام علماء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أما فيما يتعلق به فغفر الله له وأسكنه جنة النعيم، اجتهد فأخطأ، لكن من باب الذب عنه يقال جاء عنه أثر مهم للغاية، وهو أنه ناقشه حماد بن زيد من أئمة السنة، يقول فقال لي وقلت له وقال لي وقلت له، يعني في المناقشة، فقال له حماد إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الإيمان فقال الهجرة والجهاد، ألا ترى يا أبا حنيفة أنه جعل الهجرة والجهاد من الإيمان وهما عمل؟ فسكت أبو حنيفة. فقال بعض من حوله ألا تجيبه يا أبا حنيفة، لأن السكوت في مجال المناظرة يعني إشكال. قال وكيف أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا سأسكت الآن. الرجل يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن العمل من الإيمان، تريدني أن أرد؟ أنا ما أرد على حماد الآن، أنا أرد على رسول الله في هذه الحالة. لهذا بعضهم أخذ منه أن هذا يدل على نوع رجوع من أبي حنيفة. فأما التعرض له رحمه الله تعالى والقول ما قولك فيه، من أنا حتى أتكلم؟ أنا أتكلم في أبي حنيفة سبحان الله، أنا أعرف قدري. فما ينبغي أنه إذا أتينا إلى العلماء الكبار، ولا تجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه حين سئل عن عقيدته قال عقيدتنا عقيدة الصحابة والتابعين والذي عليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإن قيل إن أبا حنيفة عنده كذا في الإيمان، معلوم هذه المسألة المتعلقة بالإيمان من أبي حنيفة عفى الله عنه لا يتابع فيها يقينا، لكن هو من علماء المسلمين ويتبعه ملايين من المسلمين، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه. ولا ينبغي أنه يعني يجعل، لكن إذا تكلمنا في أثناء النقاش عن أبي حنيفة عن المسألة من حيث العموم أن هذا قول أبي حنيفة وأن الصواب وليس أنه قول باطل حقيقة، يعني ينبغي أن يجهر بأنه قول باطل. عكسه من يقول لا هو ليس بمخطئ، كيف ليس بمخطئ؟ إما أن يكون قول السلف هو الصواب وإما قول المرجئة، فلا تأخذك الحمية بحيث تزيل أصل المسألة العلمية لتنتصر لمن أخطأ فيها. قل غفر الله له ورحمه وعفى عنه واجتهاده أخطأ فيه ولم يكن فيه مصيبا والعالم ليس بمعصوم، هكذا قل. أما أن تعود على أصل مسألة وتقول لا إن الخلاف فيها يسير، لهذا شيخ الإسلام ما قال أبدا إن الخلاف في هذه المسألة لفظي، قال أكثره لفظي، يعني مع مرجئة الفقهاء تحديدا قطعا أكثره. أما في بقيته نعم ففيه خلاف حقيقي. فأما أن ينصب أبو حنيفة أو غيره من علماء المسلمين ليسلخ سلخا ويتحدث فيما ليس بصحيح، ليس بصواب. هذا عالم من علماء المسلمين مضى على وفاته رحمه الله تعالى أكثر من 1200 سنة، ثم نأتي الآن يتحدث عن أبي حنيفة فيه غفر الله له ونسأل الله يعفو عنه وما أصاب فيه من الخير والمعتقد الصواب
عظيم عظيم جدا، وليت الحنفية الآن على عقيدته. أبو حنيفة رحمه الله في باب الصحابة، في باب التوحيد، في باب الشرك، في باب الأسماء والصفات، ما عقيدته؟ عقيدة سليمة سلفية محضة، لكن زلنا في مثل هذه المسألة. هذه المسألة التي زلنا فيها هو أو غيره من العلماء يقال غفر الله لهم ورحمهم، ونجتنب زلة العالم. زلة العالم تجتنب، ويبقى للعالم مقامه. أما أن يسلخ هؤلاء العلماء سلخا تحدث عنهم كأنهم صبيان أو كأنهم مثل جهم بن صفوان وأضراب، هذا خطأ ليس بصواب. نختم بهذا السؤال وجه من الأخوات، تقول فيه السائلة: هل المرأة إذا طلبها رجل نسأل الله السلامة والعافية الفاحشة ورفضت يشملها الحديث حديث السبعة؟ نعم، ليس المقصود رجل دعته امرأة ذات منصب، لأن قد يوجد امرأة يدعوها رجل ذو منصب وجمال ويغريها بالمال للزنا. فنفس الشيء في بقية الأصناف السبعة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، كذلك لو أحبت امرأة أختها في الله عز وجل تشمل الحديث. ولهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه من؟ الجميع، النساء والرجال. أقيموا الصلاة، خطاب موجه بأقيموا بواو الجماعة، تدخل فيه النساء قطعا. فمثل هذه الأمور المعول على العمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخره. فسواء كانت امرأة أو كان رجل، وهذا مثل ما تقول أنت، أنت الآن تقول: هلك هالك عن أب في مساء الفرائض، وعن ابن. طيب لو هلكت هالكة، صحيح أنها قد تتغير صورة، لكن الهالك المقصود يهلك الرجل وتهلك، يعني هلك هالك يقول الفقهاء يعني مات ميت، يعني أصل من قوله تعالى: إن امرؤ هلك، يعني مات. فليس معنى أن هذه الأحكام خاصة بالرجال دون النساء، لا، أحكام المواريث تتعلق بالرجال وبالنساء، وإن تغيرت قطعا الصور لكن هي أحكام عامة، كذلك الأحكام الصلاة والزكاة وكذلك الفضائل. كما أن الرجال إذا أطاعوا الله أورثهم الفردوس، فالنساء كذلك. وكما أن الرجال إذا عصوا عوقبوا، فكذلك النساء. فالخطاب عام إلا ما خصت به المرأة، الأصل أن الخطاب عام إلا ما خصت به النساء بأحكام خاصة. والله أعلم، وصلى الله.